دمي ابوني سوريا سوريا نبضي برزاوي سوريا سوريا نفسي جبراني سوريا سوريا لك قلبي غطاني سوريا سوريا صبري دماني سوريا سوريا صبري دماني سوريا سوريا ثورة كرامة بسوريا سوريا ثورة كرامة بسوريا طلعوا الشباب اليوم هون بفعالية شعبية لوجه رسالة إلى وفد التفاوض في جنيف 4. إياكم الالتفاف عليكم على مطالب الشعب السوري. نحن كان قرار 2254 بنص على إنشاء هيئة حكم انتقالي بصلاحيات واسعة مفتوحة، صلاحيات كاملة، ولكن اليوم يتم الالتفاف على هذا القرار ليختزلوه إلى انتخابات وتطعيم الحكومة بكام شخص وموضوع دستور. نحن بنقول لهم انتبهوا، وإذا كان هذا الأمر فرض عليكم من دول إقليمية أنتم تمثلون الشعب السوري ولا تمثلون دول إقليمية. احكوا بنفس الشعب اللي صنعكم قبل ما يغضب أكثر من هيك. جيش الحر للأبد، داعس راسك والأسد. جيش الحر للأبد، داعس راسك والأسد. جيش الحر للأبد، داعس داعش والأبد. جيش الحر للأبد، داعس داعش والأسد. جيش الحر للأبد، داعس داعش والأسد. جيش الحر للأبد، داعس داعش والأسد. نوجه رسالة لأهالينا في مدينة القابون وفي برزة وفي كل الغوطة الشرقية وفي كل سوريا كاملة المحررة والغير محررة. نحن صامدين وإن شاء الله رح تحرر سوريا بأقرب وقت. ونوجه كمان رسالة رد أهل الآبون الصامدون الرجال المحتسبون أمرهم عند الله عز وجل، ونحن معكم، الغوطة الشرقية معكم إن شاء الله. إن شاء الله يا أهل برزة نحن ما منسلم، لا نحن ولا أنتم، نحن الموت ولا المذلة.